السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة طب 7 مينوت. غنشوفو الطريقات كيفية إصلاح الطاجين المسقوق. دابا خوينا الما في الطاجين، طلحنا المشكل ديالو ومشفنا حتى شي قطرة. دابا هانتوما كيفاش تشوفو، ودابا غادي نوريكم الطريقة كيفاش طلحنا المشكل ومبقاش التسربات ديال الما. يلا دابا ما تنسوناش تدعمونا بلايك واشتراك وتعليق. بسم الله على بركة الله. كيف ما تشوفوا هانتوما الشقوق، كل مرة تنشري الطاجين تيتهرس، كل مرة نشري الطاجين يتهرس. بالنسبة للناس اللي في الخارج صعيب يكومونديو عليه يجي من المغرب، يعني تبقى الطاجين إلا مشى ليها وهي عزيز عليها طيب فيه صافي. اذا الحل هو الطاجين اللي تطيبي فيه مزيان غديري تمره وحده فقط. كيفاش؟ ما تنساوش لايك والاشتراك. تشدي تمره وحده فقط وغدهني بها كاع الشقوق ديال الطاجين، لا من قدام ولا حتى من الظهر ديال الطاجين. غدهنا مزيان، ما تنفزقوش التمره حتى شي حاجه، فقط تنشوفو شي تمره تكون معلكه بحال السكري وندهنو بها كاع دوك الشقوق. سبحان الله بحال فيها شي داير بحال شي كولا طبيعيه. غادي سدو الشقوق بحال هاد الطريقه هادي كيف تشوفوا، ما تخلو حتى بلاصه مسقوقه. وتنفضو الطاجين اللي دار عليه الحديد اللي تكون مجموع، اما اللي ما دارش عليه الحديد راه يقدر تهرس كاع مره. ونخليه يشمر نهار كامل، يعني 24 ساعه ولا حسن 48 ساعة. هانتوما كيف تشوفو مزيان بعد ما داس الصباح، هانتوما صافي نشف مزيان ويبس. غنشدو نحطو فوق البوطة، بوطة صغيرة باش هادوك داكشي تحرق مزيان ويبس. ماشي تنطيبوه النهار الاول، خليه حتى ينشف مزيان. ولا عندك الفران، ولكن انا ما نصحكش ديرو في الفران حيت اللي يديه من الخشب غادي تحرقيه. ها حنا بعد ما نشف مزيان ودرناه في الفران حتى فوق البوطه تنشف، غادي نجربوه. درنا واحد تقريبا واحد كاس كبير ديال الماء وغادي نشوفو. نهار الاول غادر نصبت فيه وبدا تيشرشر بالمياهات. صافي شنو هو الحل؟ هذا هو الحل اللي درت، طبقتو الحمد لله جاب الله التيسير كما تيديروا ناس الزمان. كانوا تيديروا غير هذا حتى الطاجين القديم تيكون فيه طياب زوين. كل مره شري طاجين تستنى واش يصدق لك ولا لا، فسي نورمال انه كل وقت ما طيبتي فيه عنده واحد عمر مده قليله. ها انتما حركت الطاجين اللي من على اليسار وعاوتاني هزيتو باش نتاكد ما كان حتى شي قطره ديال الماء. الطريقة ناجحة. نهار طيبي فيه مرة جوج ثلاثة وحسيتي بأنه كان شي تسريبات عتعاودي نفس الطريقة، يعني ماشي غادي تبدلي الطاجين، عتهزي تمرة وحدة فقط وسدي كاع دوك التشققات. وما طيبيش داك النهار، خليه تيكمل على الأقل 20 ساعة في الشم. ولا كان فصل الشتاء راه خصك تخليه مدة أطول وما تنزلش عليه الشتاء، خصو يلبس مزيان. بالنسبة اللي عندها الطاجين بحال ديالي اللي فيه الحديد، التشققات اللي كاينة تحت الحديد حاولي تخشي فيهم هداك التمر مزيان باش ما تكون حتى شي تسريبة. وبهاد الطريقة هانتوما تشوفو ما كاينة حتى شي نقطة. وقت ما شتو طيبتو عليها في مرة ولا جوج ولقيتي المشكل تكرر، غادي تكثري شي قطيرات غادي ديري نفس الطريقة ديالها. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.